أيها الإخوة الكرام، عنوان خطبة اليوم فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهذا العنوان مأخوذ من آية قرآنية في سورة الروم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. الحديث ذو شؤون وشجون، حتى أكون صريحا لا أستطيع من خلال دقائق معدودة أن آتي على قضية توظف لها المنظمات العالمية ووسائل الإعلام وإلى آخره، لكن من باب يعني رفع الحرج وحتى يكون في سمع الزمن أن للمنبر رسالة لها مسيس العلاقة بالواقع. أيها الإخوة الأكارم، الله عز وجل فطر الإنسان وبين أن سننا كونية لا تتخلف، لا علاقة لها بدين دون دين. فلما قال الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ولما قال سبحانه وتعالى: هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، ولما ذكر وجعل منها الزوجين الذكر والأنثى، ولما ذكر زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير إلى آخره، فبين أن الفطرة السليمة هي ميل الذكر للأنثى وميل الأنثى للذكر. هذه فطرة ربانية إنسانية لا علاقة لها بالشرائع، يعني هي موجودة وثابتة في الشرائع السماوية كلها، إن في المسيحية إن في اليهودية من حيث الترتيب التاريخي، إن في النصرانية إن في الإسلام، كل الشرائع السماوية جاءت موافقة لسنن الله الكونية. لذلك عنوان الخطبة فطرة الله. وانطلق هاشتاج على يعني وسائل التواصل الاجتماعي عن الفطرة وكذا إلى آخره، لكن حتى لا تكون يعني موجات، وحتى لا تكون يعني هي كما تقول العرب زوبعة في فنجان ومر الأمر هكذا تحدث، لا، هناك بيان للشريعة في هذه المسألة، توضيح الواضحات. أيها الإخوة الأكارم، من المعضلات، يعني ما قيمة أن يقف واعظ أو متحدث حتى يثبت للناس الآن أن الآن الساعة الواحدة مثلا وعشرون دقيقة نهارا هو يريد أن يقول لهم ليل، لا. الفطرة البشرية تعرف أن الرجل يميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل، وغير ذلك هو شذوذ. ولا حتى لا أقع في مسألة المصطلحات، لأن البعض يحشد الأدلة وينافح ويدافع عن ماذا؟ حتى يثبت أن المفردة الصحيحة كلمة شذوذ وليست مثلية، مثال صحيح جميل، لكن ليس هذا بيت القصيد، لأن البعض والعياذ بالله يريد أن يروج لقضايا من خلال ما يسمى التراضي، وهذه إشكالية أخرى. واحد اثنان، الشبهة الثانية قضية الحرية، هاتان الشبهتان رد عليهما القرآن الكريم من خلال قصص قرآني جميل لطيف فيه تهذيب. أما التراضي، لو تواطأ أهل الأرض كلهم على أن الحرام حلال، هل يصبح الحرام حلالا؟ لا، بدليل أن هذه القاذورات وأنتم كرامة التي صارت وراءها منظمات عالمية، وصار البعض عندما يتحدث عن هذه القاذورات يتحدث بخجل. لماذا؟ قال: خشية أن يتنمر عليه أحد وأن يحاربه أحد وأن يقاطعه أحد. ما هذا؟ أيها الإخوة الأكارم، قوم لوط هؤلاء أما كانوا على تراضين؟ أليسوا متراضين؟ أليسوا متواطئين على الفاحشة كما أخبرنا القرآن الكريم؟ بلى، كانوا متواطئين. هل تواطؤهم وهل تراضي فيما بينهم كما أخبرنا القرآن الكريم يجعل من القاذورات طهارة؟ لا. اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل مخاطبا وأنتم كرامة قوم لوط، يقول لهم بأسلوب حواري لطيف: أتأتون الذكران من العالمين؟
بالله عليكم هل هذه الآية تحتاج إلى كبير تفسير؟ والبعض يقول لك هل ليس هناك دليل في القرآن الكريم على حرمة كذا وكذا؟ بحجة التراضي أعوذ بالله، أتأتون الذكران من العالمين؟ ثم قال تعالى وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. وهذا حقيقة سنة الذي الآن ما تلاحظونه، ليس أنا لست من المريخ، ما نلاحظه جميعا الذي يتحدث عن الحرام أنه حرام، ما هذا لا يحترم الحرية الشخصية. الناس وصلت إلى القمر وصوروا بالتلسكوب بمليارات الدولارات وما زالوا يتحدثون، هذه قضية شخصية. لا، ليست قضية شخصية. من قال هذا؟ لا، الحرام حرام والفطرة فطرة. ما علاقة التراضي؟ واحد، اثنان، الحرية صحيح أنت محاسب على اختيارك، والله عز وجل قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وما أكرهنا على الإيمان وما أجبرنا على الصلاة. يعني قال أقيموا الصلاة، صليت تؤجر، ما صليت تحاسب، لمن كان يؤمن بأن هناك حسابا. لكن بحجة الحرية وبحجة التراضي أن نجعل من الحرام حلالا، هذه مشكلة. طيب، حتى يعني لا أطيل ولا أبرر، هذه النماذج الشاذة نقول الإسلام طلب منك أن تتعامل معها برفق، تتعامل معها أنها حالات مرضية، هذا إنسان مريض، إما أن يكون مكتسبا نتيجة حادثة تعرض لها أو نتيجة ثقافة معينة أو نتيجة ظرف استثنائي. في تينك الحالتين الشريعة طلبت منك أن تعالج هذه الحالة، لأن الإسلام جاء ليقتل الكذب عند الكذابين والحسد عند الحاسدين والشذوذ عند الشاذين، وليس أن يقتل الشاذين أنفسهم، على العكس تماما. طيب، بشكل سريع أيها الإخوة، بدل أن يعني نبكي على الواقع، ما هي الحلول؟ أولا، من الخطأ بمكان في زمن أصبح العالم فيه ليس قرية بل غرفة صغيرة جدا جدا جدا. فهذا المحمول الذي انتشر في دنيا الناس لا تستطيع ولا يمكن لك ولا لغيرك أن يحدد عالمه. ولدك، ابنتك، ينبغي أن تبين لهم بشكل مهذب ورائع ولطيف ورائق وقرآني بيان الشريعة في هذه المسألة، أن تحدثهم عن الفطرة الإنسانية، أن تحدثهم عن السنن الكونية، أن تحدثهم عن أحكام الله عز وجل في هذه القضايا، وإذا كان هناك إنسان عنده مشكلة يعالج، وإذا كان كذا لا نشرع القضية. أيها الإخوة، أين الألم يكون؟ الألم في شرعنة الحرام. يعني أنا أفهم أنه إنسان يشرب الخمر، أسأل الله أن يعافيه من هذا المحرم وأن يشفيه وأن يعني يبغض إلى قلبه الحرام، لكن أن يأتيني إنسان ويحشد الأدلة على أن الخمر استغفر الله حلال، هذه كارثة. والله أذكر أيها الإخوة، وأنا في المرحلة الإعدادية كان يدرسنا أستاذ تربية إسلامية، فكان مدخنا، فسأله أحد الطلبة قال له أستاذ ما حكم التدخين؟ قال يا بني التدخين عادة سيئة ضارة تصل إلى التحريم لضررها وكذا، ادعوا لي يا أبنائي أن الله عز وجل يعافيني من هذه العادة المحرمة والضارة. كان شجاعا رائعا. أما أن يخرج علينا من يريد أن يعطي أدلة شرعية على استغفر الله الشذوذ والفاحشة، من ذا يعيرك عينه تبكي بها أرأيت عينا للبكاء تعار؟ بل للأسف صار بعض يخجل يقول أنا لا أريد أن يهاجمني الناس إذا تحدث أنه حرام. يا أخي، هذا حرام، هذا شيء قذر، شيء إذا كانت العلاقة بين الرجل والمرأة، الله عز وجل أباح للرجل إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال يباح للرجل كل شيء بينه وبين أهله إلا في مسألة محددة وكذا، لأنها قاذورات ولأنها محرمة ولأنها كذا، هذا فيما بين الأزواج، فما بالكم بين الرجل والرجل وبين، والعياذ بالله، بين المرأة ما هذا؟ لذلك أيها الإخوة انتبهوا، لا أقول تجسسوا، أقول انتبهوا على أولادكم
بينوا بأسلوب رائق لطيف جميل علمي، فيه حب، فيه حب، فيه احترام، فيه شفقة، ليس فيه تعال، ليس فيه تكبر. عندما تعظ أو تنصح ولدك أو ابنك أو من يلوذ بك، تكلم معه برفق، لا تعطيه إحساسا أنك أنت ما شاء الله إمام الفضيلة وشيخ الزمان وبركة الأوان وهو لا، تكلم بحب. سيدنا إبراهيم يخاطب من يصنع الشرك، يصنع أدوات الكفر، عمه أو أباه بقطع النظر لا يعنينا الأمر، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان. لاحظوا، يقول له يا بابا، يا أبتي، يا أبتي، مع كونه صانعا لمادة الحرام. فإذا أردت أن تنصح تكلم بحب واستر، يعني إياك أن تعير إنسانا بهذه المعصية، إياك أن تفضحه، إياك أن تكسر بخاطره، كن أنت المحتوي حتى لا يرحل بمشاعره خارج الفطرة. الحديث طويل وفيه تفصيل وفصيله في درس الجمعة، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ البشرية كلها من هذا الشذوذ ومن هذا الوباء ومن هذه القاذورات، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره تعالى، وهو الذي وعد المزيد لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن السادة الخلفاء، السادة الحنفاء، ساداتنا وموالينا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. قبل أن أبدأ بالدعاء، ملاحظة هامة جدا أيها الإخوة، البعض يعتقد أن إعطاء مساحة كبيرة في وسائل الإعلام أو في وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى في دنيا الناس لمثل هذه المحرمات ولمثل هذه القاذورات التي كان يستتر قبل حين من الزمن أهلها منها ويخجلون، مطلوب منا نحن أن نقابل هذا الأمر بحزم وبعدم تردد حتى لا يتمادوا أكثر وأكثر. يعني في المدرسة أخبرني بعض الكرام أن يعني بعض الطلبة كان يضع علم لهؤلاء ما أدري كذا إلى آخره، فقالت المعلمة، جاء والد يعني الطالب إلى المدرسة يسأل ما هذا كذا، قالت له هذه حرية شخصية وهذه مدرسة وكذا وكذا إلى آخره. لا، وألف ألف لا، إذا تنازل الإنسان عن يعني صار يشكك، لأن بعض الناس يعتقد، قال تعالى وما أجمل هذه الآية، قل لا، سورة المائدة، قل لا يستوي الخبيث والطيب، قال ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. بعض الناس يقول لك فلان عشرات الملايين من المتابعين له، خير إن شاء الله، يعني إذا كان عنده من الملايين من المتابعين الملايين هل يصبحوا يعني على حق؟ لا أبدا. قد قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. يعني لا يغرنك كثرة الباطل ولو بقيت وحدك، سأرفع راية الإسلام وحدي ولو أن العالمين لها أساءوا. لا يغرنكم كثرة الحديث، لبعض الناس يعتقد إلى العقل الباطن يتسرب، يعني معقول أن هؤلاء كلهم على باطل وأنا على صح؟ نعم، خاصة في القضايا المسلمات أصلا، يعني هذا عيب، شيء يضحك الثكلة وشيء يثير الإشمئزاز والتقيؤ الفكري، أصلا عيب هذا الأمر. والله أنا أريد يعني أنا أفكر أصعد على المنبر ماذا أتحدث، أخجل أن أذكر هذا الأمر، أخجل ليس من باب الستر ومن باب كذا، لا، لأنه شيء يدعو إلى التقيؤ. فينبغي إذا أردنا أن نتحدث عن العلاج شيء آخر، لكن العلاج لا يعطينا شرعنا للحرام، كمن يقول أريد، هو يريد أن يذهب إلى الأماكن المحرمة قال حتى يدعوهم إلى الإسلام. طيب خير، كيف تدعوهم؟ أن تشاركهم في الحرام؟ لا، توجهوا إلى الله تعالى بقلوبكم، سلوا ربكم حوائجكم إنه سميع قريب مجيب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا،
ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم استرنا بسترك الجميل، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. احفظ أولادنا وبناتنا وأزواجنا والناس كلهم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد العالمين. وفق رئيس الدولة شيخ محمد بن زايد ونائبه شيخ محمد بن راشد لما فيه خير البلاد والعباد. نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء برحمتك يا رب العالمين. اللهم ألهمنا الرشد وجنبنا الزلل. اللهم ألهمنا الرشد وجنبنا الزلل، وقنا واحفظنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.